تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. أيها الحضور الكريم، إنها لحظة سعيدة أن أرى هذا المشهد ماثلا أمامي، وكأنه يعود بي إلى سنوات خلت لما كانت مؤسستنا تعرف أفراحا ومهرجانات وأياما ثقافية رائعة. بدون شك ريحة سول الشلحيت لأتواصل مع الجميع، غصد الحفلات لمنتني حفل التميز، فأكيد أن مؤسستنا متميزة بكم، متميزة بهؤلاء الأمهات، ومتميزة أيضا بالآباء والمتعلمين والأساتذة وهذا الفضاء الجميل. هذا الفضاء لا حسم أي يتملى بالتاريخ يقوس ما حسقسانا راح التنيمة يقن تاريخ المؤسسة اللي قن آخر معلمة تبقى لوجان المدرسة دايت ما باش ليكون في علم الجميع أنها أسست سنة 1674 ميلادية، 350 سنة تلك المؤسسة يدنا ابنة أحمد بن محرز اللي غير غيد يقضيت نعمي اسمه ولا إسماعيل اللي كان سلطان المملكة المغربية، غيد وكان أسديوش كمولا إسماعيل، غيد وكان أسديوش محمد العالم، العالم مقرنيقة يمقر غيد الفقهاء الأدباء، لأن وجان إتوسان غاكودان سويجان العالمة هيك اللي بدرس دي المختار محمد المختار السوسي لقت لي إن هذه بساتين وجان الأنيقات لا بل رياض أريضات وريفات، فإن تك جنة في الشام واحدة فإنما كان في وجان جنات. لقت لي التنكة سيدي محمد المختار السوسي وأعقب عليه سيدي الحاج محمد وعبد الرحمن تدرتي أريتني لو زارها الإدريس أول يومه لاختارها رأسا على البلدان. هاتي المدرسة ياد وقت اللي قضاء المولاي إسماعيل أحمد بن محرز اللي كان ضد نسغا كودان أرستيني من دار المخزن تيكمي المخزن أستيد نوفا لا جدود نحرستيني تيكمي المخزن تكمو الدا يفتو المولاي إسماعيل سمك ناس بعد أن استتب له الأمن المنطقة يد وجان غاكودان تبقوا المدرسة أي لو كل خلاي اللي قيسي لنا غوبين مسؤول تقيل المدرسة غاكودان ستين تقمي المخزن دار المخزن هكذا عرفت. من بعد ياش كدا السلطان الحقبة الاستعمارية السلطان بريو 1947 يبدل اسم يعجبت المنظر نغيد اسمه يات الجردة التند ديال زين العين الجديد اسميت الجردة لو جاردان اسكر قلت الجردة راه سيتي درستي من لو جاردان وكان نكني كل يوم نكني الحقبة نحن كنا راه نتيني الجردة ماني تريد دار الجردة ماني تكيت الجردة هاكو دا النسبة لو جاردان 1947 هاي ابنا كيس هاكو دا نسي لاقصى من عندو كان سوي بقى نغينا دار المدير انطلق كيس الدراسة 1952 غتنطلق الدراسة غي تقل المدرسة غي كدلي التنعيم وكان كون الصبح ربي هنلوق ليني حتى ريخات لأنني عرفت خطبه عرفت خطبه التلاميذ عرفت خطبه الجميع باش اش كان الشهود
أزهتم من تاريخ المنطقة. الله يجازيكم بخير. الحفلة ديكا متميز متميز برجال نويجان لنطاف، وما زين الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لتربي عن تربي. يكرم ربي الحاج الحسن كاين يتويجان التنايق السباب المدرسة الجماعاتية أوساكا. قلت لي بدر السيد رئيس الجماعة أنه سنة المدارس الجماعاتية الدار الحلان، فالسي إبراهيم يتحموش يعود له الفضل للمؤسسة الجماعاتية اللي طفغي كان الوحيد الذي ترافع عليها. أهدتي تغصى، أهدتي تفولكي، أهل الإطعام المدرسي، والله تظلم الإطعام المدرسي اللي شتا نتا الزنين وجود تنكين عقلي ولن نراي لي جود غيكان أشتن هاتي سبعاد 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 دميدن أي خدمن الإطعام المدرسي، ها رياض الأطفال، سيل الأقسام كيسي الآن، ها القاعات، ها تبارك الله، أي اللي ورحتو لي خصها المدرسة ياد أبلا ياد قاعة الصلاة، قاعة الصلاة حيخصنا المدرسة ياد، ها البرجة تيتون نمت، يكرتيني الحاج الحسن الله يجازيه بخير غير من الزمان نمسك أمسك البرج، يكرتيني تكفل أحسن الخير، إيميليا شكحت كل البرج كامل. بدار الدولة فجزاه الله خيرا. الإنسان نية المؤمن أبلغ من عمله. يغرد تحت شكرح راه شكرح مدند اللي بدا اللعب بنينة وين واحد الحواسيب في المؤسسة. الرحلة المدرسية اللي سكن الدراري كانت رائعة جدا. راه بزاف بغيت نتشكر مدن اللي قالين السبب وعلى رأسهم الحاج الحسن. نكني هن ولا غنتلغى حتى هن. هن لا عمال يتلغى البنادم، وقول اعملوا حتى حين ربي تبارك وتعالى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقول اعملوا ماشي وقول قولوا، العمل غص زيت قال الشاهد في الحلق السنة السنة وريلي. ارداح تشكر حيث يجان كله اللي بدني الغص اللي غي مكلي اللي لنغو قدير من 86 انلغ المدرسة دائما كون مسك الرحلة اي تويجان اللي لنغو قدير. بدات بالدازن راح بالداس كان امكليت الزنين راح دت ميكيرن فجزاهم الله خيرا. هن الحفل التميز ما تيكان هني كاسا بقيت نبد غيكا ان نبدر في الخير كلو اللي عاوني المؤسسات وانا ريكت كل ما يقدم لي الخدمه للمؤسسات هن دائما ان شاء الله هن كريكت لقصد غوص كواس رمس كان الحفلات اجاز نتيني الله يجازيكم بخير. هاتي الا الاطعام المدرسي تنتي الصبح ربي الا النقل المدرسي باش ادور التوح الاطور التربويه الاطور التربويه. الحمد لله الذي جعلنا منهم، فسواء ولي الدنين ولا ولي بقنين الله يرضى عنا حنا اللي رقدنا جزاهم الله خيرا. نكرا الذات المعاملة الطيبة العمل الجاد هاتي مدنا تقدم لي الخدمة للمؤسسات ربي تبارك وتعالى كفل الناس يعلم. هاتي راه حرق من أجل تروى النح راه حرق من أجل كني مرحبا سيدي محمد ممثل المندوب الإقليمي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وشكرا على الحضور الله يجزيك بخير. الضحك هذا كمل هن غي كان غير درنا حي كان حفل التميز نكني كل ما حيس كان كرا الخير هن قاتين غي قويانا فالأساتذة نح الله يجزيهم بخير. نحن عاملا مشارف توديع العمل التربوي ولكن الحمد لله الحمد لله هن كني حكفان القيمة اللي كله اللي منسفلي دوضو الريحة الطيبة اللي منسفلي غدار ميدنا حتى الدراري يتوجن. أتمنى أن تبقوا الريحة الرائحة يعني تبقى طيبة فأنتم مسؤولون على هذه الرائحة. أرجوكم أرجوكم أني خصاكم جمعيات المجتمع المدني أن تهتم بالطفل
أن تهتم بالطفل، فبناء الإنسان أفضل من بناء العمارات والطرق وكذا وكذا. الله يجزيكم بخير، عينونا على تربية الأطفال بالدعم التربوي والاهتمام بالأنشطة التربوية. انتشلوهم، كثتني غل بعض السلوكات اللي منسفلي برا. فجاجو التوح يا ورقاز يكرم حصه ربي تبارك وتعالى. سي الاستاذه فاطمه اصلي اللي هتوش كان مغلي اجتماع لي كل جوارن الجماعات كوش مامات القاعه نمهنا المدرسه يتلغي زمن حنزرات صراحه تلغي زمن. فشكرا لكم نيون هن المدرسه يتلا قال امانه غريفه السنون هنت قال امانه غريفه السنون ايها المسؤولون غير الجمعيات ولا الجماعه ولا كريكه غيرنا غيرنا اكوني الصبح ربي. ف هن التميز تقامت كني هن قد نكني هن قد تلونون أكون الصبح ربي هن غيقى الحاج الحسن حما أي قد سبب المجموعة المدرسة الجماعاتية وسكا غيقى السبرة يميز حموش المسؤول اللي بيدن في المدرسة الجماعاتية غيقى اللي اغتقى غيقى غيقى أحمد وبموح الله يجزيه بخير المسؤول أي اللي اغتبت الإعدادية يكسي العربة بكاس يعني السيد اللي ضارب السيد العامل باش يتحصوا المدرسة عن آخرها. أكون صبحا بسمحتي بهراء هنريح ونزريح الرسائل باش يتهنوا الخطرين هني من المدرسة وراغا بهراء يسفرح إلا بهراء كيسكري ومدوزي خشن لأن بهراء كيسكري فرقان ورادي لنين. أكون صبحا بقات نسيفة السن سنق المدرسي هن لم بنقانين ضعفاء لم بنقانين كذا هن تهنا مغتروا انو ياخذوش كانوا لا غدان تهنا بقيت نغيله هكيك نحس ربح ربي الاساتذه هكيك نحس ربح ربي الاباء والامهات الجماعات الفعاليات الاقتصاديه والاجتماعيه. اكون ربح ربي سمحتي بهراء ان كنت اطلت فقد هن ريح هذا السطوح مدناش ضلبني اتقدم على الكلمه باسم الاطر التربويه فالاطر ايتما الاساتذه اكون ربح ربي سمحتي اذا كنت قصرت من حقكم. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.